الرحمن الرحيم. سعيد جدا اليوم أن نلتقي مع وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لنتحدث إليكم بعد أن التقينا قبل فترة من الزمن مع الصحافة، مع وكالات الأنباء والصحافة الغربية، وإن شاء الله أيضا قريبا سنلتقي مع الصحافة الإسرائيلية، لأنه يهمنا جدا أن يسمع صوتنا لكل من يريد، لكل من يرغب، لكل من يجب أن يستمع إلى صوتنا منا مباشرة، لأننا دائما تعودنا أن نقول اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، لأنه عندما يسمع عنا ينقل كلام لا أول له ولا آخر، إنما اسمعوا منا ما هو موقفنا، ما هو قرارنا، ونقوله بدون مواربة. ليس لدينا أكثر من لغة، وإنما لدينا لغة واحدة فقط نتحدث بها مع الجميع، سواء في الغرف المغلقة أو في العلن، لأنه ليس لدينا ما نخبئه. عندنا قضية عادلة نتحدث عنها في كل مكان. هذه القضية معروفة منذ 100 عام إلى الآن، منذ وعد بلفور. القضية باختصار شديد: الشعب الفلسطيني يريد وطنه ويريد حقه، وآخر القرارات الشرعية الدولية التي صدرت بحقنا هي بالضبط ما نريد. دائما نتكلم عن الشرعية الدولية، ولا نريد أبدا أن نخرج عن الشرعية الدولية. لا يمكن أن نطالب بشيء أكثر من هذا. ما صدر من قرارات من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة أو من جنيفا، قرارات جنيفا أو الأونسكو أو المحاكم الدولية، هو بالضبط ما نريده. لكن القرارات المزاجية، القرارات الفردية، القرارات أحادية الطرف لا تنطبق علينا ولا يمكن أن نقبل بها، وإن كانوا يريدون فرض الأمر الواقع بالقوة. نحن لدينا قوة الحق، هي التي دائما نتمسك بها ودائما نطالب بها، وبالتالي نقبض على حقنا كما يقبض الإنسان على الجمر. سنمسك بالجمر إلى النهاية، لأننا مؤمنون تماما بأننا أصحاب حق، وأن شعبنا معنا كما تفضلت، وأهلنا معنا، وهذا يكفي. وبالختام، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحمي هذه القضية، هو الذي يدافع عنا. إنه معنا لأنه الحق، هو الحق، ونحن نطالب بالحق. طبعا كما قلت لكم في أكثر من مناسبة، نحن التقينا مع الرئيس ترامب. أنا شخصيا التقيت معه 4 مرات في واشنطن وفي السعودية وفي بيت لحم، وآخر لقاءات كان بيني وبينه في نيويورك. وكذلك في هذه الفترة جرى أكثر من 30 لقاء بين الوفد الفلسطيني والوفد الأمريكي حول نفس المواضيع. إذن كانت الأمور جميعها واضحة للإدارة الأمريكية ماذا نريد. وأحب أن أقول لكم، عندما جلسنا في الجلسة الأخيرة تحدثنا بالشكل التالي: ماذا تريدون؟ هل دولة واحدة أم دولتين؟ دولة واحدة تعني كذا ودولتين تعني كذا. فقال لي: دولتان. وأنا مستعد أن أعلن الآن، على أساس الشرعية الدولية، على أساس حدود 67، مع تفصيلات مختلفة. القدس الشرقية طبعا عاصمة لفلسطين، الأمن سيكون بيد الأمريكان وليس بيد أحد آخر. وتحدثنا بالتفصيل وكنا سعداء جدا، وكنت أتوقع أن هذا لقاء ممكن أن يكون أساسا لأي اتفاق. ثم فوجئنا بعد 2 أسبوع بالضبط من هذا الكلام، أن الرئيس ترامب ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ويعتبر القدس عاصمة لدولة إسرائيل. ثم يقفلون
مكتبنا في واشنطن، ثم بدأت سلسلة من الإجراءات، منها موضوع اليونسكو، منها موضوع المستوطنات، منها موضوع الأمن، منها منها منها، ثم موضوع الجولان، وقالوا هذا الذي لدينا، ثم انتظروا صفقة العصر. ماذا ننتظر؟ يعني هناك بعض الإخوة، بعض الأشقاء قالوا الأمريكان يقولون انتظروا صفقة عصر، وفي ضل شيء اسمه صفقة عصر بعد الذي طرح القدس والأرض والمستوطنات والأمن، ماذا بقي ليقدمه الأمريكان لنا؟ لا يوجد شيء يمكن أن يقدموه لنا إطلاقا ما دام هذا الذي ولا زالوا للآن يقولون سنعلن عن صفقة العصر بعد الانتخابات الإسرائيلية، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد عيد الفصح، بعد مش عارف يوم الجمعة، بعد، وإلى الآن يتحدثون عن صفقة العصر. إخواننا، صفقة العصر انتهت، تكلموا عنها بوضوح وبصراحة. هذه الصفقة قلنا لا، نحن لن نقبل بها بكل وضوح وبكل صراحة. أما أن ننتظر كما قيل لنا، أن نتوقع شيئا آخر، أن نتوقع كذا وكذا، هذا أسلوب لا نقبل به. قلنا بملء الفاه لا لهذه الصفقة ولا للذي سيأتي، لأنه ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ بعد ذلك هل سيكون، يعني أتصور أو أي واحد منكم يتصور، ما هي القضايا التي بقيت ليتحدثوا عنها ولكي نناقشها؟ إذا القدس وحدود 67 والمستوطنات واللاجئين أونروا والأمن، هذه القضايا إن كنتم تذكرون وردت في اتفاق أوسلو للبحث، للمناقشة، للحوار. أما أن تأتي أمريكا لتقرر هذا، فإحنا قلنا لا لأمريكا، ونحن الآن هذا هو موقفنا وهذا هو رأينا، لن نقبل أن تفرض علينا أمريكا رأيا. يضاف إلى ذلك قلنا ولا زلنا نقول، لن نقبل أمريكا وحدها وسيطا، بمعنى أنا لا أستطيع أن ألغي أمريكا كما ألغاني هو وأقول مش موجودة أمريكا. أمريكا موجودة، دولة عظمى، لكن ليس وحدها. هناك الرباعية الدولية زائد الرباعية الدولية، يعني أمريكا وروسيا والأمم المتحدة وأوروبا زائد. أنا مستعد، أنا أقبل الصين، أقبل اليابان ودول عربية أخرى، لا مانع أن تكون هي الوسيط. أما الوساطة الأمريكية وحدها لن نقبل بها. وإذا عدنا التاريخ إلى الوراء، منذ أوسلو إلى يومنا هذا لم نحقق تقدما واحدا على يد الأمريكان، وإذا حققنا بعض التقدم أو بعض الانفراج أو بعض القضايا البسيطة في اتفاق أوسلو، فأحب أن أقول لكم لم تكن أمريكا شريكا فيها، أكثر لم تكن أمريكا تعرف بها. كيف؟ سؤال، كيف أمريكا ما بتعرف؟ وهذا يمكن لأول مرة بحكي، وإحنا بنتفاوض في أوسلو كنا نتفاوض في منتهى السرية لمدة 8 أشهر، لم تخرج ولأول مرة. فالأمريكان الإسرائيليين عفوا قالوا نريد أن نبلغ أمريكا. بلغوا أمريكا، فبلغوا في ذلك الوقت الوزير اللي اسمه وارن كريستوفر، قالوا له ترى اللي حكى له هو الرئيس الوزراء رابين، قال له بيننا وبين الفلسطينيين حوار. شو هذا الحوار؟ أنا عم نتناقش. قال له مين اللي بقود الحوار؟ قال له والله أنا من عندي شيمون بيريز ومن الفلسطينيين أبو مازن. فما حدش علم بالإدارة الأمريكية، ولذلك أقول إن الإدارة الأمريكية لم تكن على علم بذلك. فأمريكا بعد ذلك أخذت
زمام الأمور ودعت إلى البيت الأبيض للتوقيع على الاتفاق في البيت الأبيض، ودعت جميع دول العالم بما فيها جميع الدول العربية. وكلكم تذكرون أو لا تذكرون، بعضكم صغير بالسن ما بذكر، بس الكل بيعرف أنه هكذا صار. لكن أرجع للكلام من أول، منذ البداية منذ أوسلو إلى يومنا هذا، بعد أن مسكت أمريكا بالورقة لم يتحقق تقدم واحد، وبناء عليه قلنا ونقول لن نقبل أمريكا وحدها وسيطا، وإنما لابد أن يكون هناك غيرها. والاقتراح الذي قدمته في مجلس الأمن في قبل سنتين أظن أو أكثر شوي هو الاقتراح الذي لا زال قائما، أي ندعو إلى أن يأخذ قرار، أن يأخذ مجلس الأمن قرارا ثم تشكل لجنة مفاوضات، ثم نبدأ المفاوضات على أساس الأرضية هي الشرعية الدولية، كل قرارات الأمم المتحدة دون استثناء. هذا هو موقفنا من صفقة القرن، كان لا زال سيبقى، هذا هو موقفنا. بعد ذلك وبناء عليه نحن جرت قطيعة بيننا وبين الإدارة الأمريكية وبين البيت الأبيض، لكن بقيت هناك اتصالات في تعاون بيننا وبين أمريكا وبيننا وبين 82 دولة. عدوا اللي بدكم إياه، أي دولة تخطر على بالكم هي من 82 دولة، لأنه كلها كل دول أوروبا واليابان والصين والهند والاتحاد وروسيا الاتحادية وغيرها كلها موجودة على القائمة، بحيث هذا هو العدد الذي نتعاون فيه، وبالتالي أمريكا جزء من هذا التعاون، وبالتالي بقي التعاون بيننا وبينهم قائما، نخجلش نقول قائم، ولسه للآن قائم. إنما طب ماذا نريد من أمريكا؟ طب ليش زعلان مني؟ طب ليش امبارح مرينا من جنب جسر الأردن وما قلت لي مرحبا؟ هذا جرين بلاد، التقينا بالصدفة طبعا. أنا وقبلها كان نائب الرئيس بنس كمان نفس الشيء، كان رايح المطار وأنا رايح من المطار، يا أخي ما ليش مرحبا، كنا نقعد نشرب قهوة. لا مش هقول لك مرحبا، بدك حوار؟ نعم أهلا وسهلا. أولا تعترف برؤية الدولتين وأن القدس الشرقية أرض محتلة، والشرعية الدولية هي الأرضية لأي حوار. بتقول لي هالكلمات، تبعت لي يوم بورقة صغيرة أصوصت ورقة القد، بتلاقيني تاني يوم في البيت الأبيض، غير هيك لا. ولذلك نحن لم نقفل الأبواب مع أمريكا، وإنما خلينا الباب موارب، من أجل إذا أحبوا أهلا وسهلا، إذا لم يحبوا فهم أحرار. كان هذا موقفنا، موقفنا انسحب أيضا على المنامة. قالوا المنامة في 50 مليار دولار، إحنا هنجيب لكم منهم 27 مليار دولار، هذا بنقعد سنة نعد فيهم إحنا. ومشاريع، قلنا لهم أولا الحل السياسي، ثانيا اقتصاد. أنا مش بحاجة لاقتصاد، أنا بحاجة لكرامة، بحاجة لأمل لشعبي، بحاجة لدولة. عند ذلك الدولة هذه تحتاج بعض المساعدات، كتر خيركم إذا بتجيبون لنا إياها. أما بتقول لي والله بدي أجيب لك 27 مليون مليار دولار من الدول العربية، طب ما أنا بروح أسأل العرب وأقول له أعطوني، يعني ليش الواسطة؟ ما أنا بتصل بالتليفون في أي أخ، وأنا اللي بطلب من العرب مش أنت. كمان بدك تكذب، بدك تتدين من العرب وتحملني جميلة، وبعدين كذب في كذب وليست صحيحة. وبناء عليه قلنا في القمة العربية التي عقدت في مكة المكرمة، نحن نرفض الدعوة الأمريكية التي وجهتها الولايات المتحدة لنا في المنامة، نقطة أول السطر. ونتمنى على أحبابنا وأشقائنا
أنه يأخذوا موقفنا علما بأنه غير مسموح لأحبابنا وأشقائنا أن يتكلموا باسمنا. إحنا لساننا طويل، لساننا طويل جدا، ولذلك إحنا بنقدر نحكي عن حالنا أكثر من أي حد. فلا أحد يروح على المنامة يقول وباسم الشعب الفلسطيني أطلب، لا لا لا، أوعى، أنا اللي بطلب، أنا وأنا اللي بروح، أنا لا بدي أروح ولا بدي أطلب. إذا أنت ممنوع تحكي باسمي. طب شو أحكي؟ ممكن تقول كلمتين، وهذا قلناه للعرب وأظن حطناه في خطابنا في القمة. تقدر تقول نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه. هيك بتخرج من حرج ومن الضغط ومن من 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 كل شيء وارميها على كتافي. يعني بمعنى ارمي علي، انت بدكش تقول لهذاك لا ولهذاك لا، قول الفلسطيني اللي بيقبله انا بقبله، انت شو خسران؟ وبالتالي صار القول عند العرب او معظم العرب انه ما يقبله الفلسطينيون نقبله وما يرفضونه نرفضه. فإذا انسحب الأمر على المنام أيضا. طبعا المنام بدأت بخطاب لكوشنير وانتهت بخطاب لكوشنير. اللي بفهم اللي فيه منكم شغلة إضافية أرجو يبلغني، لأن أنا ما فهمت شيء. هذا كل ما صدر منها، وطلعت فعلا أي كلام وراحت ومشيت وانتهت. وبعض العرب حضروا وبعض العرب ما حضروا وبعض الأوروبيين حضروا وبعض الأوروبيين ما حضروا، لكن كذبة كبيرة اخترعها كوشنير وغيره من أجل أن يضحكوا على الناس. إحنا ما حدش بيضحك علينا، إحنا نطالب بالحل السياسي المبني على الشرعية الدولية أولا ثم بعد ذلك نمشي، ومتمسكون بالمبادرة العربية للسلام التي تقول بأنه لا بد من حل سياسي مع الفلسطينيين ومن ثم مع العرب. ما عندي مانع إذا بحلوا معي يحلوا مع العرب والمسلمين، 57 دولة وانشط يروحوا يسووا علاقات زي ما بدهم مع إسرائيل، إنما قبل أن أحل مشكلتي أنا بعتبر كل تطبيع هو خطأ سياسي يجب على أي أحد أن لا يرتكبه. نقطة أخرى تتعلق بالقدس، القدس والنفق وغير ذلك من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل ليس في القدس فقط وإنما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن بالدرجة الأولى الآن في القدس. هذا النفق اللي عملوه بحجة أنه أبصر عيش عم بدوره، لكن كلها كذب من أجل أن يثبتوا الأمر الواقع. نحن رفضنا هذا وأرسلنا إلى مجلس الأمن، والآن الموضوع لدى مجلس الأمن ولدى اليونسكو. ليش اليونسكو؟ لأن هي المسؤولة عن المناطق الأثرية في العالم، وبالتالي سنرفع هذه القضية لهم. كذلك ما يقومون به حول أملاك وبنايات البطركية في باب الخليل. إذن هذه القضايا كلها نحن بالإضافة طبعا إلى الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية وعلى الفلسطينيين في كل مكان، يعني الشجر والبشر والحجر معرض يوميا لاعتداءات إسرائيلية من زعرانهم ومن جيشهم. زعران الجيش برضو، وأنا بقول كلهم زعران، خليهم يسمعني السيد نتنياهو، لأنه هذا العمل عمل بلطجة وهذا عمل لا يقوم به بشر. نحن مثلكم بشر ولنا حق في هذا البلد، ولا بد أن تعترفوا بحقنا في أرضنا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وغير هيك ما حدش رح يقبل معكم. لبنان، في لبنان الآن أحداث، اصطدامات وخلافات
بين الأحزاب وبين الناس كلها، إحنا ما لنا علاقة فيها ولن يكون لنا علاقة فيها. وكل ما نقوله نتمنى للبنان الشقيق الذي حمل القضية الفلسطينية على كتفيه ردحا طويلا من الزمن الاستقرار، نتمنى له الاستقرار ولا شيء غيره. ولكن هناك أحداث حصلت لابد أن نذكرها، أو أشياء تحصل في لبنان كفلسطينيين يجب أن نذكرها، منها الحدث الأخير الذي حصل قبل شهر تقريبا في طرابلس، عندما قام شاب فلسطيني من مواليد طرابلس وقتل شابا لبنانيا من مواليد طرابلس لأنه كان حامل حزام ناسف وعم بطخ على الناس، فهجم عليه وضربه بالسيارة ثم الأمن كمل عليه وقتله. حدث في منتهى الروعة، في منتهى الأهمية، أن هذا الشاب الفلسطيني قد عرض حياته للخطر، 3 رصاصات، واحدة في رأسه وتنتين في ظهره للآن، واحدة معرض نظره في عينه للفقدان، أن يفقد نظره، لكن عمل هذا العمل حماية لإخوانه وأهله، أهل طرابلس اللي رعونا على مدى 70 عاما. هذا الحدث يجب علينا جميعا أن نفتخر به وأن نقول نعم هذا هو الفلسطيني في أي بلد في العالم، وخاصة البلاد التي استضافتنا مثل لبنان وسوريا وغيرها وغيرها. إحنا هكذا، هذا هو موقفنا، ندافع عنها كما ندافع عن وطننا. بالمناسبة هناك الفلسطينيون في لبنان يعيشون شظف العيش لأسباب لا نريد أن نخوض فيها الآن، عم نبحثها مع الإخوان اللبنانيين، لكن بالمجمل لا يستطيع الفلسطيني أن يدخل إلى الجامعة، فعملنا له صندوق، بعرف إذا طبعا سمعتوا فيه أكيد، لكن هي مناسبة من أجل أن نعلم كل طالب فلسطيني لبناني يعني هيحمل يعني مقيم بلبنان يتخرج من الثانوية دون النظر لأي شيء آخر، يعني منشتغلش فصائل، هذا إلي وهذا إلك وهذا ابن عمي وهذا ابن خالتي وهذا من فصيلي وهذا مش من فصيلي، لا، كل فلسطيني تخرج بالثانوية العامة في لبنان من حقه أن يتعلم في الجامعة. دخل منذ سنوات حوالي 5000 طالب، تخرج منهم 3000 على 5 دفعات، والمنحة ماشية وشغالة، وإن شاء الله ربنا بيقدرنا على أن نستمر في هذا العمل من أجل خدمة أهلنا في لبنان، لأنه بحاجة ماسة لمثل هذه المساعدة. جيراننا منذ أوسلو وهم يعملون على تحطيم أوسلو، وخاصة منذ 2000 إلى يومنا هذا وهم في جهد مثابر لتحطيم كل اتفاق بيننا وبينهم، ونحن نتحمل. هناك اتفاقيات بيننا وبينهم غير أوسلو، فقط في أوسلو وتوابعها، اتفاق باريس واتفاق أمني وغيره، أشياء كثيرة عقدناها على أساس تكون المرحلة الانتقالية هي هذه، ثم بعد 2 سنين تبدأ المرحلة النهائية لمدة 5 سنين وتنتهي. يعني كان المفروض في 1999 نكون وجدنا الحل. قتلوا رابين، مين اللي قتلوا؟ هم اللي قتلوا، أنا متأكد هم، هو يهودي إسرائيلي لكن هم اللي قتلوا. من لا يريد السلام هو الذي قتل رابين.
وأنهى هذا الاتفاق اللي كان المفروض خلال 5 سنين يتم حل نهائي بمعنى تطبيق الشرعية الدولية. كل هذا وارد في اتفاق أوسلو. أوسلو التي قالوا فيها نعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، علما بأن الصهيونية كلها قائمة على نفي الفلسطينيين، يعني ما فيش فلسطين، يحنا ينتو. ولذلك قال هرزل أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هو بيعرف أنه في شعب أكثر من كل يهود العالم، لكن يوم قال أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، أي ما معناه هناك فلسطينيون يجب أن نمحوهم من فلسطين لتصبح فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض. فخرج هذا الشعار. الآن في 93 اعترف رابين أن منظمة تحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. جاء من بعده طبعا شمعون بارز مر مرور الكرام، اجا نتنياهو بصراحة لا يؤمن بالسلام، لا يؤمن بالسلام، ولذلك يريد أن ينفي الفلسطينيين من الوجود لو استطاع جسديا، إذا ما استطاع بأي طريقة، المهم يخلص الفلسطينيين من الوجود. لكن احنا قاعدين في بلدنا مش طالعين. في حد يطلع؟ طيب احنا قاعدين. المهم هذه العلاقة اللي بيننا وبينهم. مؤخرا قرروا أن في مقاصة بيننا وبينهم، هي الأموال التي يجمعوها باسمنا في على الحدود، مبالغ كل شهر بيدفعوها بياخذوا عليها نسبة 3%. ما في لعب، بزنس از بزنس. 3% بياخذوا، بيجمعوا لنا 700 مليون شيكل، 750، 3% هاي للجيبة هاي، بس أجرة ما أنا بجمعهم. طيب بخصموا على كيفه. أنتوا أخذتوا كهرباء سجل عليهم 20 مليون دولار، أخذتوا مش عارف إيش سجل عليهم 30، ممنوع حد يناقشهم. طيب أخيرا أوقفوا أو حجزوا الأموال التي ندفعها للشهداء والأسرى والجرحى. فكان جوابنا الفوري لن نقبض قرشا واحدا منقوصا. بمعنى قديش جمعتوا؟ بدنا فلوسنا كاملة. ومش بس هيك، من الآن فصاعد كل شهر بنقعد معكم ونناقش كل قرش بتخصموه، مش بس الأموال التي خصمتموها لاسم الشهداء والأسرى والجرحى، كل شيء بدنا ناخده. قالوا يا أخي خذوا فلوسكم وبعدين نحكي. اجوا بعض إخواننا قالوا خذوا الفلوس وبعدين نحكي، قالوا مش حناخذ، إذا أخذنا خلاص انتهت، بعدين نحكي مش حنحكي. طب شو نسوي؟ قلت احنا بنتحمل وشعبنا بتحمل وفي سبيل قضية وطنية بتحمل أكثر. ولذلك فعلا أنا أهنئ الشعب على هذه الوقفة، إنه بياخد 60% ولا نفس. معلش قضية وطنية، معلش بلاش 60%، معلش هذا الموقف النبيل الذي وقفه أبناء شعبنا من موظفين ورجال أمن وغيره وغيره ومعلمين وكذا، أنا برفع له القبعة والعالم كله برفع له القبعة، إنه اتخذ مثل هذا الموقف لأنه بسبب موقف وطني. مضى 5 أشهر ما في، ناقشونا كل يوم بيحكوا معنا، كل يوم الإسرائيليين بيطلبونا بيحكوا معنا، تعالوا خذوا الفلوس. لا طب تعالوا نحكي، بنحكي يا أخي خذوا الفلوس وبعدين من حسبكم. لا طب عملوا لنا كذا اقتراح، احنا رفضناها جميعا. وبعدين قالوا طيب ممكن نشكل لجنة احنا وياكم، قلنا لهم ممكن ممكن، وللجنة هلا ما شكلت. ولذلك احنا كل شهر مندبر حالنا بطريقة أو أخرى. طلبنا من الأشقاء ما يسمى شبكة الأبان، يعني ماشي ماشي، حتيجي حتيجي.
طلبنا قروض. أنا قلت قروض، أعطونا قروض، قرض دين يعني بفائدة، إيش بتكون إحنا حاضرين؟ البعض لبى، والبعض يدرس، والبعض يناقش، والبعض يفكر، بس في ناس لبت، وإحنا ماشيين هلا خطوة خطوة، لكن إن شاء الله الله بعيننا على أن نستمر في صرف 60%، لكن بصراحة أنا عن نفسي لن أقبل الفلوس ناقصة أموال الشهداء والأسرى والجرحى، لن أقبل بأي حال من الأحوال، ولو منشحد ولو منكلش. ومر علينا ظروف، مر علينا ظروف أسوأ منها، وعدنا كذا شهر ما نقبض ولا قرش، ومع ذلك إحنا يوم ما شكلنا الحكومة مع جماعتنا حبايبنا في حماس، إسرائيل قطعت لنا الفلوس، والأمريكان قطعوا الفلوس، وقعدوا الشباب بدون رواتب، بدون رواتب. أحكي كلمة وأرجع على الله، علما بأنه إسرائيل وأمريكا وراء الانقلاب، سجلوها وراء الانقلاب. هون منيجي للمصالحة. احنا عملنا اتفاق في 2017، الاتفاق صار على النحو التالي. احنا قاعدين هنا وما معنا خبر بشيء، المصريين اتصلوا فينا وقالوا يا اخوان المصالحة. قلنا له المصالحة مع مين؟ قال مع حماس. ومين وسيط؟ قال نحن. عاد مصر وسيط لأول مرة، لأنه مصر تعرفوا المشاكل بينها وبين حماس وبينه وبين الإخوان معروفة. فتفاجأت أنه مصر هي التي تدعو. قلت عاد أنا ما بتفرق عندي مصر، أهلا وسهلا، شو اللي بدكم بيه؟ قلنا له بدنا بالحكومة تقوم بأعمالها، تسوي انتخابات، بعدين مسوي حكومة وحدة وطنية. أما فيش نظامين ولا قانونين ولا سلاحين. قالوا موافقين. عال قديش شهر 10/2017، للآن نحن ننتظر في أي لحظة بوافقوا احنا مستعدين. أنا بعثت لهم حنا ناصر للانتخابات 3 مرات مشان أحكي معهم، وعلى عسى لعل وعسى إذا وافقوا أهلا وسهلا. أنا ما عندي أي مال أكثر من هيك، عرضت عليهم عرض، بلاش ما نروح انتخابات، شو رأيكم نسوي انتخابات بالتزكية، بمعنى نقعد إحنا وياكم والتنظيمات منقسم ال التركة بيننا بين بعض. أنا باخذ 10%، أنت بتاخذ 5%، الثالث بياخذ، يعني نسبة الكراسي. قال لي أمير قطر بتوافق؟ قلت له بوافق. بوافق، جاهز. إنه ندخل في قائمة واحدة كل الفصائل والمستقلين وغيرهم، ونعلن إنه هاي الانتخابات خلصت، ونروح نكمل حكومة وحدة وطنية، لكن قانون واحد ونظام واحد وسلاح شرعي واحد، وإلى الآن لا يوجد شيء، وإحنا جاهزين لهذا. كل ما واحد حكى لنا بقول له تفضلوا إحنا جاهزين، ولا ببعثوا لنا أخبار، طبعا شاطرين بنقل نثر الأخبار هنا وهنا، يعني واحد بيقول لك يا أخي أنا والله موافق، طب جماعتك مندبرهم. لك يا أخي أنا بديش تدبره، بدي كلمة من رأس الكوب، هذا الزلمة اللي اسمه إسماعيل هنية يقول أنا موافق خلاص. أما هذا يحكي لي شيء وهذا يحكي لي شيء وهذا يحكي لي شيء وهذا يقول لي جماعتنا اللي هون أحسن، اللي جوا أحسن من اللي برا، اللي برا أحسن من اللي، أنا ما لي دعوة. في عندكم مكتب سياسي وفي عنده رأس وفي عنده يقول أنا موافق، إحنا بكرة بنوافق. ما قلته
شو بدنا نعمل لكم؟ في واحد سألني سؤال من الصحافة الغربية، قال لي أنتم في عزلة، إحنا في عزلة. قلت له لا مش في عزلة، والدليل على ذلك إحنا رئيس أكبر مجموعة دولية 135 دولة اسمها G77، مظبوط؟ زائد الصين، زائد الصين، وراح نسلمكم إياها 140 دولة. فيوم العالم بيختارنا نكون رئيس هذه المجموعة منكون معزولين؟ هذا واحد. اثنين، احنا في عنا 98 سفير مقيم. قديش؟ قديش؟ طيب مين أكثر منا؟ مين أدنى؟ و165 ما بين سفير مقيم وغير مقيم. يعني واحد سفير بتنزانيا مقيم وبثلاث دول غير مقيم، بطاجكستان سفير وبثلاث دول غير مقيم، مجموعها 165 دولة. طب بكون عندي 165 دولة بكون معزول؟ يوم بكون رئيس 135 دولة بكون معزول؟ يوم ما في 83 دولة وكل دول عظمى تتعاون معي أمنيا وبتبعث لنا كتب شكر، بالمناسبة كتب شكر. يعني أنا شفت كتاب شكر من دولة من أهم دول العالم، ليش أقول اسمها، بس من أهم دول العالم، إذا عديته خمسة بكون هي واحدة منهم. مش بس هيك، جابوا لي الكتاب واجوا بطيارة خاصة من بلدهم لعندي ليقولوا هاي رسالة من رئيسنا، شكرا لكم على حسن تعاونكم لمحاربة الإرهاب العالمي. طيب بكون عندي هذا العدد بكون أنا في عزلة؟ أعتقد اللي في عزلة هو اللي بيقول عنا إنه نحن في عزلة، وهو اللي بيحاول يقلل قيمتنا، وهو اللي بيحاول يقول انتم ما عم تشتغلوا وانتم ما عندكم إدارة، انتم عملتوا فوضى بعد المنامة. احنا عملنا فوضى، شو الفوضى اللي عملناها؟ احنا قلنا بدنا نروح على المنامة بس. يعني بده ايانا نقول احنا رايحين او بده ايانا نروح؟ لا مش حنقول رايحين ولا منقول بدنا نروح، ومنقول لكل الناس ما تروح، وتفضل اذا كنت كذا وكذا نجح إذا قدرت، وأنا وإحنا غايبين، وإحنا غايبين لن تنجح لا المنامة ولا صفقة العصر. ويعطيكم العافية.